بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وينجس بملاقاة نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل عرق بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير أو نزح يبقى بعده كثير والقليل بالإضافة فقط. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الإشارة إلى القسم الثالث على تقسيم مصنف رحمه الله، وهو الماء النجس، وأنه قسمان عند الجمهور، ثم بين رحمه الله الطريقة لتطهير الماء النجس، وأن هذا الماء وإن كان نجسا فإن نجاسته عارضة يمكن أن تزول وأن يكون هذا الماء طاهر. ولهذا قال: ويطهر الكثير، يطهر الكثير. فإذا كان هذا الماء النجس، إذا كان قلتين فأكثر، فيمكن أن يطهر بطرق، منها أن تزول النجاسة بنفسها، تزول النجاسة بنفسها. ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه، بزواله بنفسه. فإذا ترك هذا الماء الكثير حتى زالت النجاسة، زالت النجاسة إما مع الهواء والريح، أو وقع فيه ما يزيل النجاسة مثلا من تراب نحو ذلك، فهذه النجاسة استحالت في هذا الماء وذهب أثرها، يعني معنى أنه لم تتغطى هذه النجاسة، ربما يظن أنها زالت النجاسة لكن ما وقع فيها من تراب هو الذي غيب النجاسة، لكن لا بد من تحقق زوال النجاسة. فإذا زالت النجاسة كان الماء طهور ولو لم يضف إليه شيء. هذا الطريق الأول، هو الماء الكثير. الماء الكثير هذا يعني إذا كان قلتين بس، إذا كان قدر قلتين. النوع الثاني أو الطريقة الثانية لتطهيره، وهو بإضافة طهور كثير، بإضافة طهور كثير. لا بد من شرطين: أن يكون المضاف طهورا، وأن يكون كثيرا، وأن يكون كثيرا. إيش معنى كثير؟ إذا قيل كيف معنى كثير، محسنت، يعني بلغ قلتين، هذا الكثير عندهم. إذا قالوا كثير أي بلغ قلتين. فإذا كان هذا الماء المضاف طهور هو قدر قلتين، يعني كما تقدم على إحدى التقديرات 190 لتر مثلا، 190 لتر، هذا ماء كثير، صببناه على 190 لتر وهو ماء كثير. الماء 190 لتر الأولى نجسة، 190 لتر الثانية هذه طاهرة. إذا أضفنا إليه ماء كثير في هذه الحالة إما بزوال نفس أو بضعف، فإذا زالت النجاسة بإضافة هذا الماء الكثير فهو طاهر. طيب، لو صببت 100 لتر، 100 لتر على 190 نجسة، 190 نجسة، فطهر هذا الماء، صار طاهر. يعني صببت 100 لتر على 190، 190 نجسة، والمئة هذه طاهرة، صببت على 190، ثم هذا الماء لما رحت له 100 لتر ذهبت نجاسة، لا أثر نجاسة، لا طعم ولا لون ولا ريحة ولا رائحة. إيش حكمه على قول المصنف؟ إيش حكمه؟ هل يكون طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأنه الآن طاهر. أو طيب طهور، هل يكون طهور؟ ها؟ إيه، لماذا؟ المضاف ماذا؟ أحسنت، إيه، ممتاز. هذا ما يكون على كلام المصنف، يقول: وأو بإضافة طهور كثير. ما بلغ قلتين، ما بلغ قلتين. إذن
يقول لابد أن يكون المضاف كثيرا، يعني أن يكون قلتين فأكثر. طيب هو تطهر الآن صار طهور، قال ولو كان طهور. لماذا؟ قد يقول قائل ما دليلهم؟ قالوا لأن المئة لتر هذه المئة لتر الذي وهي طاهرة أضفناها على ماء نجس، صببناها على ماء نجس، لو وقع فيها نجاسة وش حكمها؟ ولو ما تغيرت ما قليل. طيب دفعت النجاسة عن نفسها ولم تدفع النجاسة عن نفسها؟ ما دفعت. إذا كانت لا تدفع النجاسة عن نفسها فأولى ألا تدفع النجاسة عن غيرها، هذا تعليلهم، فأولى ألا تدفع النجاسة عن غيرها، هذا على قانون. لكن إيش نقول الصحيح؟ ماذا تقدم معنا؟ أن الماء يكون طاهرا إذا ذهبت النجاسة. لا ننظر إلى هذه التعليلات، ننظر إلى ذات الماء، هل هو طاهر؟ سواء قدر قلتين، أقل من قلتين، فوق قلتين، المدار والمعتبر هو التغير، متغير بنجاسة لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. ما تغير بنجاسة لا لون ولا طعم ولا رائحة فهو طاهر، سواء كان أقل من قلتين، قدر قلتين أو فوق القلتين. لكن القصد أننا نفهم كلام المصنف، لابد أن نفهم كلام المصنف رحمه الله حتى تتقرر المسائل، لأن حتى تفهم القول الصحيح لابد أن تفهم القول الضعيف أيضا، لابد أن تفهم القول الضعيف حتى تعرف القول الراجح، لابد تعرف القول المرجوح. كيف يعرف القول الراجح وهو لا يعرف القول المرجوح؟ يكون ترجيح بغير يعني ترجيح، في الحقيقة ما رجح هذا القول إلا لمعرفته ذاك القول، ولا قد يكون ترجيح على غير بصير غير بينة. قال إما بزواله بنفسه كما تقدم، زالت النجاسة بنفسها، أو بإضافة طهور كثير. في الحقيقة قولهم بزواله بنفسه دليل على أنه إذا أضيف إليه ماء ولو كان أقل من قلتين فزالت النجاسة، فهو من باب أولى يكون طهر. إذا كان إذا تغير بنفسه ولم يضف إليه شيء ثم زالت النجاسة فإنه يكون طهر. فإذا طهر بإضافة ماء ولو كان أقل من قلتين من باب أولى أن يكون طهورا، حتى على تعليلهم، حتى على تعليلهم لهذه المسائل. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني أو نزح ويطهر يعني الكثير، يعني يطهر الكثير إما بزواله، هذا معناه يطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة الطهور كثير. القسم الثاني أو نزح يبقى بعده كثير، يعني نزح من الكثير يبقى بعده كثير، هذا إذا كان الماء فوق قلتين، إذا كان الماء فوق قلتين وهو نجس. فهنا هذا الفرق بين القسم هذا القسم، القسم الأول قلتان، القسم الثاني أكثر من قلتين وهو نجس، يطهر بطرق. الطريق الأول مثل ما تقدم إذا تغير من باب أولى، إذا زالت النجاسة بنفسها هذا واضح، إذا كان الماء فوق قلتين فزالت النجاسة بنفسها فهو طاهر، وهو أولى من الماء الذي هو قلتين فزالت النجاسة بنفسها. أو نزح يبقى بعده كثير، أو نزح يبقى بعده كثير، إذا كان هذا الماء فوق قلتين ونزحنا منه ماء، يعني أخذنا منه غرفنا منه ماء فصار طهورا لأنه تحرى الذي يعني يأخذ الماء، ربما يتحرى المواضع التي تكون فيها النجاسة أظهر، أو أنه مع النزح تحرك الماء فالنجاسة استحالت وذهبت وبقي ماء كثير. إيش معنى كثير؟
قلتان فأكثر. نعم، هذا شرطه يكون فوق قلتين، إذن هذا كثير. وكذلك طريق ثالث أن تضيف إليه، أن تضيف إلى الكثير ماذا؟ ماء كثير. أن تضيف إليه ماء كثير، دائما الإضافة يشترط أن تكون قلتين فأكثر، سواء كان الماء قلتان أو فوق القلتين أو دون القلتين كما سيأتي، الإضافة لابد أن تكون بقدر قلتين. الآن هم يقولون إذا كان الماء فوق قلتين فنزحنا منه ماء فبقي قلتان فأكثر وزال التغير فهو ماذا؟ طهور. طيب، ماء فوق القلتين نجس وأضفنا إليه قلة فصار طاهر، وش حكمه؟ نجس، نجس. وهذا من الغريب، إذا كان إذا نزح منه صار طاهر، صار طاهر يكون طاهر، وإذا أضيف إليه فصار طاهر لا يكون طاهر. هذا يعني غريب، يعني من جهة النظر إذا كان بعد النزح يطهر بزوال التغير، تغير بالنجاسة، فمن باب أولى أنه إذا أضيف إليه ماء قليل فطهر، من باب أولى. لكن العلة التي تعلق بها أنه يقول هذا الماء لا يدفع ماذا؟ النجاسة عن نفسه، فمن باب أولى أنه لا يدفع النجاسة عن غيره. هذا تعليل عليل، تعليل عليل. والصواب كما تقدم أن الصفات تتبع، أن الذات تتبع الصفات. طيب، القسم الثالث، هذا القسم الثالث، والقليل بالإضافة فقط. الإضافة، وش المراد بالإضافة هنا؟ المصنف ما ذكر في الإضافة، وش المراد بإضافة؟ إضافة ماذا؟ كثير. إضافة ماذا؟ الماء. لكن ماذا قدر الماء هذا؟ كثير، إضافة كثير. لأنه قد تقول هنا، قد يقول قائل بالإضافة يعني أي إضافة؟ نقول لا، الإضافة مضافة إلى ما قبل، إلى قوله أو بإضافة طهور. ولهذا لأنه يختصر، لأنه قدم لك قبل ذلك أنه اشترط في الإضافة أن تكون ماذا؟ ماء كثيرا. فيقول بالإضافة فقط أي بإضافة ماء كثير، واضح؟ والقليل بالإضافة فقط. القليل ما هو؟ أقل من قلتين. عندك مثلا 150 لتر نجسة، عندك 150 لتر نجسة ما نجس، فأضفت لها 100 لتر. طيب، لو ما أضفت لها 100 لتر صارت أكثر من قلتين، واضح؟ ماء كثير، فطهر الماء، الماء طاهر الآن، ذهب التغير. وش حكمه على كلام المصنف؟ هل هو طهور ولا طاهر؟ نعم، وش حكمه؟ كان المسألة ما فهمت. المسألة عندنا ماء مثلا 150 لتر، هذا ماء قليل ولا كثير؟ قليل، لأنها أقل من قلتين. قلتين كما تقدم تقريبا 190 لتر إلى 200، وكل المسألة تقريب، لكن 150 هذا جزم أنها أقل من قلتين، وقعت فيها نجاسة. سواء يعني هذه النجاسة عندهم ظاهرة أو ليست ظاهرة، ما دام وقعت نجاسة في هذا الماء القليل فهو نجس لا إشكال، لأن عندهم، لأن لا يشترط التغير فيه، إنما يشترط الملاقات. أضفت لهذه 150 لتر أضفت لها 100 لتر، 100 لتر، 100 لتر ماء قليل ولا كثير؟ قليل. طيب، صار الماء طاهرا الآن، ذهب يعني ما طاهر ليس منه، سواء كان نجس فذهبت النجاسة أو أنه في الأصل وقعت في نجاسة لم تغيره، ها، فإنه في هذه الحال أضفت له ماء وهو 100 لتر، والماء الآن لا أثر النجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة. وش حكمه على كلام المصنف؟ طهور ولا طاهر؟ طاهر، أحسن، ها. طيب، أضيف إليه عليه ماذا؟ وصار فوق القلتين، صار فوق القلتين، هل يدفع النجاسة عن نفسه؟ ما يدفع النجاسة عن نفسه، لكن هل هو طهور؟ يعني هل هو نجس أو طهور أو طاهر؟ يعني هنا إيش يقول؟ والقليل بالإضافة فقط،
يعني الماء الذي دون القلتين دون القلتين وقعت فيه نجاسة وقعت فيه نجاسة فهذا لا يطهر بإضافة أقل من قلتين، ولو أضفت له قلتين فإنه يبقى على وصفه الأول يبقى على وصفه الأول. لكي يكون طهورا لا بد أن تضيف قلتين، مثل ما تقدم أن القلتين لا تدفع النجاسة عن نفسها، فمن باب أولى ألا تدفع النجاسة عن غيرها. لكن هذا القول الحقيقة يعني مثل ما تقدم ضعيف، لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر. إذن هذه ثلاث أقسام من المياه، قسم يعني يطهر بثلاث طرق، وقسم بطريقتين، وقسم بطريقة واحدة كما تقدم. ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس ويزيد صلاة، ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل. بارك الله فيك. يقول رحمه الله: ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به. يعني يقول المصنف رحمه الله: لا تجوز طهارة رجل، يعني وضوءه يخرج لو أنه استعمله في غير الوضوء، إزالة نجاسة أو غير ذلك. ولا تجوز طهارة رجل، الرجل يخرج ماذا؟ المرأة. يعني يجوز أن تتوضأ المرأة بفضل طهور المرأة، بفضل طهور امرأة. قوله امرأة يخرج أيضا غير البالغة، لأن امرأة المراد بها ماذا؟ المكلفة. قليل يخرج ماذا؟ الماء الكثير، لو خلت بماء كثير قلتان فأكثر، خلت به يخرج ما لو لم تخلو به كان معها غيرها. هذه شروط، بعضهم ذكر شروط أكثر في شروط الماء الذي لا يجوز يتوضأ به الرجل في فضل طهور المرأة، وهم احتجوا بحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه عند أبي داود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وفضل طهور المرأة هو الماء الباقي بعد طهورها، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الأحاديث في هذا ضعيفة أو متأولة أو لها معنى آخر، أيضا معنى آخر لا يتعلق مسألة فضل الوضوء. قول الجمهور أصح في هذا، قول الجمهور أصح في هذا، وأنه إذا قيل لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة فكذلك الرجل لا يتوضأ، وكذلك المرأة لا تتوضأ بفضل طهور الرجل، لأن الأحكام واحدة، ولأن الحديث الوارد في هذا الباب حديث صحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما صحبه أربع سنين، قدر ما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال نهى النبي عليه السلام وقال: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، قال: وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. وهذا كما تقدم الجمهور قالوا إن الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يجوز للرجل أن يغتسل ويتوضأ بفضل المرأة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل هو أزواجه عليه الصلاة والسلام، وتقييده بالخلو لم يأتي في السنة، إنما هذا روي عن بعض الصحابة عبد الله بن سرجس ونحوه، لكن لم يأتي تقييد الخلو في السنة، ولهذا قالوا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو كونه يتوضأ ويغتسل هو أزواجه
ومعلوم أنه يتقاطر من كل منهما ماء. وثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة. وروى أحمد وأبو داود والترمذي، أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، من حديث أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، جاء ليغتسل منها وما أعني، يعني هي اغتسلت ثم جاء أن يغتسل منها فضل طهورها، قالت إني كنت جنبا يا رسول الله، قال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب على جنب، يعني يجوز يجنب فتح النور ضمها، ويجوز أيضا يجنب من أجنب من الرباعي، إن الماء لا يجنب. هذه رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، لكن رواه النسائي من رواية سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه شعبة من رواية سماك الثوري من سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند ابن خزيمة قال عليه السلام إن الماء لا ينجس. وهذه الرواية أصح، رواية النسائي وابن خزيمة أصح من رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه، لأن أبي السماك حين يروي عن شعبة سفيان وشعبة فهما اللذان ضبطا رواية رحمه الله، وروايتهما إن الماء لا ينجس، إن الماء، لكن الرواية الأخرى لا يجنب أو لا يجنب في المعنى، ودلالتها واضحة أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل بعض أزواجه، قال وإني كنت جنبا، إني كنت جنبا، وهذا واضح الدلالة على هذا المعنى، مما يبين أن هذه الأحاديث إما لا تثبت أو أن هناك معنى آخر. والأقرب والله أعلم في هذا، أولا بعض العلم قال إن فضل طهور المرأة هو ما تقاطر، لكن هذا فيه نظر، ولهذا قال بعضهم إن الأولى ألا يتوضأ بفضل طهورها ولا بأس، لكن هذا الأكمل جمعا بين الأخبار، لكن في هذا نظر، لأن الرواية الأخرى نهى كل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخر، ثم قال وليغترف جميعا، وهذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام حين كان يغتسل هو أزواجه، وتقول عائشة أقول دعلي أقول ويقول دعيلي، يعني من الإناء، أقول تقول هو دعلي وهو يقول دعيلي، يعني من الماء، وأن كان يغتسل أزواجه. والأظهر والله أعلم، يحتمل والله أعلم، هذا أمر ينظر، يعني هل قرر أحد من العلم، أنه قد يكون في معنى الحديث المروي في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النساء والرجال يتوضؤون جميعا، يتوضؤون جميعا، هذا يعني وقع فيه كلام أهل العلم ومعناه، ومنهم من قال إن قبل الحجاب ومنهم قال غير. والأظهر والله أعلم أن المراد كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، أي الرجل مع محارمه، وأنه يخبر أنه كان الرجل يتوضأ مع أهله، وأنه ليس على طريقة الجاهلية يستنكف أن يتوضأ الرجل مع المرأة على طريقة الجاهلية في إهالة المرأة وعدم إكرامها، فأمر الشارع أن يكون الرجل مع أهله مع محارم مع زوجه ليخالطهم وأن يكون معهم في أحواله كلها ولا يأنف مما كان يأنف منه أهل الجاهلية فيتوضأ بفضل طهورها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بهذا الجانب في إزالة هذا الأثر الذي كان عليه أهل الجاهلية، وكان يشرب من الإناء تشرب من عائشة رضي الله عنها، بل كان يضع فاه في موضع فيها كما قالت كنت أتعرق العرق فيأخذه ويتعرق عليه الصلاة. العرق ما هو العرق؟ وش العرق؟ أتعرق العرق فيأخذه، شو المراد بالعرق؟ ها؟ العظم الذي عليه عراقة يلقلي من اللحم، إيه؟ العرق، العرق هو العظم الذي عليه، والعراق ما هو؟ هو الذي ليس عليه لحم،
والذي يقال تعرق العرق، فالعرق يعني يتعرق العرق، والمراد أنه كان عليه السلام يأكل من موضع فيها صلوات الله وسلامه عليه، وأشرب من الإناء فيشرب من الموضع الذي أشرب منه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. هكذا كان. فحديث ابن عمر قال كان رجال الناس يتوضؤون جميعا، يفسر رواية أبي داود بإسناد صحيح، كنا قال كنا نتوضأ والنساء جميعا، هذا ظاهر يعني أنه توضأ الرجل مع نسائه مع أهله مع نساء بيته من المحارم والزوجات نحو ذلك من قراباته ومحارمه، والمعنى أنه تقرير هذا الأصل، ولهذا قال وليغترفا جميعا، اغترفا جميعا يدل عليه نفس الحديث قال نهى يتوضأ الرجل المرأة والمرأة بفضل الرجل. قال ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به. هذا جاء كما تقدم عبد الله سرجس، إذا كنت هنا وكانت هنا فلا تتوضأ به أو فلا تقربنه، لكن هذا مثل ما تقدم لم يأتي في الحديث، إنما اجتهاد أخذه أهل العلماء من كلام بعض الصحابة ينظر في ثبوته أيضا. قال رحمه يبني الشاك على اليقين، هذه القاعدة أن الشاك يبني على اليقين، إذن الشك لا اعتبار به ولا حكم له في الشريعة، ولهذا في حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام لما قال يعني قال لا ينصرف، قيل الرجل يا رسول الله يجد حركة بدون، أو قال يخيل إليه أنه أحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في حديث الصحيحين حديث هريرة صحيح مسلم قال لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري، حديث ابن عباس عند البزار يأتي الشيطان أحدكم فيأخذ شعرة فيجعلها في دبره فيقول أحدثت فليقل كذبت عند الحاكم، فيقول في نفسه عند ابن حبان يقول فليقل له كذبت. نعم. فهذه الرواية فيها ما تقدم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال فليقل كذبت. قال ويبني الشاك على اليقين مثل ما تقدم في الأخبار، لأن الشك لا اعتبار. في حديث ابن مسعود في حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم في الشك في الثنتين يجعلها واحدة، أو في إذا شك يصلى ثلاثا أو أربعا فليجعلها ثلاثا. في حديث عبد الرحمن عوف في حديث مسعود هذا في صحيح مسلم كذلك، وحديث عبد الرحمن عوف في الواحدة والثنتين والثلاث يجعلها واحدة. إذا شككت في صلاتك هل صليت ثلاثا أو أربعا كم تجعلها؟ ثلاث. سكتها في اثنتين والثلاث تجعلها اثنتين. لا تلتفت إلى الشك إلا الذي استنكحه الوسوسة، يعني بعض الناس يعني ربما يستسلم الوسوسة وتكثر وساوسة ويكون والشكوك يبغي أن يسد الباب، هذا يبني على الأمر الأول ولا يبالي بعد ذلك، فهذا يعمل بالشك، الموسوس يعمل بالشك لا يعمل باليقين، لأنه ما عنده يقين أصلا، يعني ما يعني ليس لن يقول ما عنده يقين، يقينه الأمر الأول في أول خاطر وأول ما بدا له، لأنه في الحقيقة حين قبل الشك يشارك العقلاء كما يقول بعض العلماء، ولما كثر شكه خرج عن حيز العقلاء فلا يعتبر شكه، ولهذا يبني على الأمر الأول قبل الشك ويعمل. فإذا قال أنا صليت ثلاث ولا أربع نقول لا صليت أربع ما صليت ثلاث، أنا صليت ثلاث وإلا ثنتين نقول لا صليت ثلاث، أنت اعمل بشكك، لأنه في الحقيقة ما عنده شك وسوسة وليس عنده شيء يبني عليه، إنما أوهام وردت عليه، ولهذا قبل هذا الشك هو صلى ثلاث
ثم حصل عنده الشك فقال صلى اثنتين، نقول لا، أنت على الأمر الأول على يقينك ثلاثة، أما هذه شكوك. ثم لو بنى، ثم لو هو أخذ بها، ثم هو لو قلنا له تلغي الشك وتبني على اليقين على هذه الصفة لن يستغل، في الركعة الثانية سوف يحصل له، في الركعة الثالثة، ويكون في الحقيقة مكابرة للحس، وقد يزيد في صلاته ويقع في أمر منكر، يقع في أمر منكر. ولهذا قال بعض العلماء إنه خرج عن حيز العقلاء فلا قاعدة يستند إليها، وليبين أنه ينبغي له أن يعرض عن هذه الشكوك وهذه الأوهام، وأن يعمل بما جاء بأمر النبي عليه السلام بالإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها. فالأصل والبناء على اليقين وعدم الشك، إنما يعمل بالظن وينزل منزلة اليقين عند تعذر الأخذ باليقين. ليس المعنى أنه دائم اليقين، لا، اليقين كثيرا ما يتعذر، اليقين يتعذر، ولهذا نعمل بغلبة الظن. الآن نحن في الصلوات نعمل بالتقاويم، والتقاويم ليست يقين إنما هو ظن. أنت الآن إذا كنت تصلي مثلا، تصلي في البرية أو صائم وأفطرت، إذا غلب على ظنك غابت الشمس تفطر، ربما تطلع الشمس بعد ذلك، تعمل بغلبة الظن، لأنه إذا تعذر الأخذ باليقين وأفضى إلى العمل به إلى فوات السنة. ربما نأمرك أن تتأخر حتى تطلع النجوم، لا، يقول إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قد يبين أنه عمل بغلبة الظن ليس اليقين، فلأنه لو عمل باليقين لتعذر العمل بالسنة هو التعجب الفطر، وأفضى إلى تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم، وهذا أمر منهي عنه ومأمور بمبادرة إلى الفطر. الإنسان حين يكون في مكان لا يمكنه معرفة القبلة فيبني على غلبة الظن في معرفة القبلة فيتجه ويصلي، فإذا صلى وفرغ وتبينت أن القبلة خلفه ليست عن يمينه تبين اليقين، نقول صلاتك صحيحة، لأنه تعذر عليك العمل باليقين. فهذا هو الأصل، العمل باليقين، لكن كثيرا ما يتعذر عمل باليقين فيكون العمل بغلبة الظن، وهذه لها أمثلة كثيرة، لها أمثلة كثيرة في أبواب العبادات وغيرها الأبواب، في الطواف مثلا ونحو ذلك، والسعي حين يطوف ويسعى ويشك فيعمل بغلبة الظن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في الصلاة، فلينظر أحرى ذلك إليه وأقرب ذلك إلى الصواب، حديث مسعود الصحيحين، فليعمل عليه. أنت قمت تصلي في صلاة الظهر مثلا فغلب على ظنك أنها الركعة الرابعة، حصل عندك شك أنها الثالثة أو بالعكس، لكن عندك 80% 90% ليس 100% أنها الثالثة، عندك شك أنها الرابعة مثلا، نقول تعمل بغلبة الظن تجعلها الثالثة أو بالعكس، لأن غلبة الظن علم يستند إليه في مسائل كثيرة. ولهذا أمر الشارع بالعمل به في الصلاة، وهو الصحيح العمل به كما نص عليه عليه السلام في حديث ابن مسعود، قال ولا يتحرى ويبني الشاك على اليقين، مثل ما تقدم في الأدلة، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس، هذا هو الذي قرروا رحمة الله عليهم، لو كان عنده ماءان أحدهما طهور والآخر نجس، أحدهما طهور والآخر نجس اشتبه عليه، ماذا يصنع؟ يقول لا نعم طهور بطاهر، ولا يتحرى اشتباه طهور بنجس، نعم هي مسألتها، المسألة الأولى ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، عندك ماء طهور وما نجس اشتبه عليك، نقول على كان صنف تنتقل التيمم لأن في بدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا الماء الآن في حكم ماذا؟ المعدوم، هل يشترط إراقته؟ لا يشترط إراقته لأن في حكم معدوم، لأنك تتيمم في حكم المعدوم حسا وإلا حكما، حكما لأنه ماء نجس
هو ماء، فبعض العلم يقول يريقه حتى يكون في عد في حكم المعدوم حسا فيريقه. الصواب أنه يعني على كلام مصنف يقول بل يتيمم ولم يذكر إراقة. طيب هل يمكن اشتباه طهور بنجس؟ هل يمكن اشتباه طهور بنجس؟ نعم. كيف علم إذا كان فاقد الحواس؟ لابد أن يخبر بهذا، لابد أن يخبر، يكون النظر لغيره في هذه الحال، مثل إنسان ما يعرف اتجاه القبلة لابد أن يكون استناده إلى غيره. نعم. طيب ما عرف الماء اشتبه، نعم نكون نعم نعم هذه ممتاز يا حسن، يعني يكون ماء قليل، الماء قليل ووقعت في نجاسة لم تغيره، وماء قليل لم يقع في نجاسة. هو يعتقد أن الماء إذا وقعت في نجاسة، الماء إذا وقعت في نجاسة فإنه ينجس ولو يتغير. في فرق بين الماء هذا والماء في فرق؟ ما في فرق. يعني هو لو كان يعلم أن هذا الماء وقعت في نجاسة وهذا الماء ما وقعت في نجاسة، على هذا القول لا يجوز أن يتوضأ بهذا. لا، لماذا؟ لأنه ما نجس، وقع في نجاسة ولم تغيره، وقع في نجاسة ولم تغيره، فلا يجوز أن يتوضأ به، لا يجوز أن يتوضأ به. طيب هذه صورة في الحقيقة ظاهرة، هذه صورة ظاهرة مبنية على هذا القول، وفي هذه الحياة يحصل اشتباه. هو ما حصل اشتباه من جهة ظهور النجاسة لون أو طعم رحم، حصل اشتباه في عين الماء أيهما الذي وقعت في نجاسة قليلة ولم تغيره، وهو نجس الآن حكما لأنه قليل دون القلتين، لكن الصفات واحدة. هذه صورة. طيب على القول الصحيح هل نقول يتحرى أو لا يتحرى؟ شو نقول على القول الصحيح؟ نعم رفع الصوت على غلبة الظن، يعني يجتهد. طيب نعم. طيب إذا مزج الماءين يكون قليل ولا كثير؟ هذه عشر لترات أو 20 لتر، وهذه 20 لتر، ومزجهما كم صار؟ 40 لتر. ما قليل، يصير نجس، أفسده على نفسه، صار جميع نجس. لكن ممكن تخرج تقول ما كله طهور، لا ينجس إلا بالتغير، يعني لكن نحن نجري على القول الذي ذكروه، على القول الذي ذكروه. وش كان السؤال؟ على القول الصحيح هل ترد هذه المسألة أو لا ترد؟ لا ترد. طيب هو ما يدري أيهما، يتوضأ من ماذا؟ من أي الماء؟ الحمد لله، يتوضأ من أي الماء، يهجم كما يقول بعض الفقهاء، اهجم على أيه ما شئت وتوضأ من أيه ما شئت، لأنه ماء طهور لم يتغير بالنجاسة فبقي على طهارته. لكن لو كان الماء هذا القليل وقعت في نجاسة في الغالب أنها تغيره، لأنه ماء قليل لكن هذه النجاسة تغير، وعنده ماء آخر وربما أن هذه النجاسة معطون المدة يعني ذهبت وزالت، هما قليل لكن هذه النجاسة معطون المدة قد تكون تغيرت وهي تؤثر، ليست ما نجاسة قليلة. على قول الجمهور وش حكم الماء؟ نجس، لأن الماء دون القلتين تغيره ودون، لو كان تغيره وهو قلتان فأكثر صحيح، تغير يعني تحول من الطاهرية يعني تحول وصار ذهبت النجاسة وصار طاهر وصار طهور، هذا صحيح. لكن صار دون قلتين حتى ولو صار طهورا فالماء باق على نجاسته، على قول الجمهور. وعنده ماء آخر لم تقع فيه النجاسة لكن لا يدري أيهما، الصحيح نقول أيضا كالمسألة الأولى، ما دام الماء الآن هذا
لم يظهر أثر النجاسة لونا ولا طعما ولا رائحة، فنقول مثل ما تقدم في القاعدة، الذوات تتبع الصفات، الماء طهور لا ينجس شيء، ولم يظهر أثر النجاسة لا طعما ولون ولا رائحة، وهذا الماء لا فرق بينه وبين هذا الماء، فيهجم على أيهما شاء، هذا هو الصحيح. لكن هذا ما تقدم مبني على الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال بل يتيمم لأنه في حكم عادم الماء على قول المصنف رحمه الله، والاشتباه طهور بطاهر، عنده ماء طهور بطاهر، تقدم ذكر الطاهر بطهور، الطاهر لا يتوضأ به على قول الجمهور، يتوضأ بكل، شو معنى يتوضأ بكل؟ يعني ها من هذا، يعني من هذا وذا، يعني يتوضأ، كيف يتوضأ؟ يعني وضوء كامل من هذا وضوء كامل، شلون؟ غرفة، يعني يأخذ غرفة يتمضمض يستنشق بها من هذا الإناء، وغرفة يتمضمض يستنشق من هذا الإناء، وغرفة من هذا الإناء يغسل وجهه، وغرفة من هذا يغسل وجهه، كذا؟ نعم، هذا هو الذي ذكروه. ما يتوضأ مثلا من هذا أول ثم من هذا الأول، قالوا لا، توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة، لأنه يعني حتى يتحقق أن الطهارة ما حصلت إلا بالماءين جميعا، إلا بالماءين جميعا، بخلاف لو توضأ من هذا فقد حصلت بالأول إن كان طهورا ولا تحصل به إن كان طاهرا، ولا تحصل به إن كان طاهرا، وبالعكس كما تقدم. يقول والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، لكن على القول الصحيح نقول الماء قسمان، كم قسم؟ طهور ونجس أو طاهر ونجس. إذا صار ما عندنا قسم ثالث، إيش تقول؟ طهور أو طاهر، لا يضر، تريد بالماء الطاهر يعني. لكن لما كان في القرآن ماء طهورا ونزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء طهورا، كان طهورا يعني حتى يكون متعديا عصيغة فعول، وأنه يرفع الأثر الذي علق البدن أو اللي هو أثر الحدث، فيرفعه رفعا معنويا هذا الماء الطهور. قال ويشتمل طهور يتوضأ بكل، والصحيح يتوضأ من أيهما شاء، لأنه لا فرق بين الماءين. وثوب النجس، ثوب يصلح تقول ثوب، يصلح أن تقول ثوب، ثوب عطف على قوله والاشتباه طهور، والاشتباه ثوب، أو ثوب على أن خبر لمبتدئ محمد تقديره، وكذلك ثوب نجس، ثوب نجس بطاهر، عندك ثياب أو ثوبان، عندك ثوب نجس ونجاسة يابسة لا تدري أين النجاسة، لم يظهر لها أثر حتى تحكم بنجاسة أحدهما بطاهر والآخر طاهر، سواء كان يعني ثوب النجس يعني الثياب اثنان أو ثلاثة، لكن اشتبهت الطاهرة بالنجسة، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس، لو أنه رحمه قال وثوب النجس بطاهر يصلي بعدد النجس لحصل المقصود فيما يظهر والله، يعني لو قال وثوب النجس بطاهر يصلي بعدد النجس، لأنه معروف يعني يصلي مثلا لو كانت عنده خمسة ثياب ثلاثة نجسة واثنان طاهران، كم يصلي من صلاة على المذهب على قول المصنف؟ ثلاثة نجسة واثنان طاهران، كم يصلي؟ أربع. إذا عنده خمسة ثياب، عنده مثلا ستة ثياب اثنان نجسان وأربعة طاهرة، كم يصلي؟ ثلاث صلوات. إذن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، ليش يزيد صلاة؟ لأنه إذا صلى صلاتين بثوبين يحتمل أن الصلاة الأولى في الثوب هذا كانت في ثوب النجس، والصلاة الثانية كانت في الثوب النجس، أما إذا صلى صلاة ثالثة قطعا أن الثالثة ماذا؟ بثوب طاهر. بعضهم فرق أن تكون الثياب يعني كثيرة والنجس قليل، فلو كان عنده مثلا يعني
ثوب نجس وتسعة طاهرة، عشرة ثياب ثوب نجس ماذا وتسعة طاهرة، وتسعة طاهرة، واضح؟ على هذا يقولون يتحرى، بعض العلماء قال يتحرى ما يصلي، أو نقول مثلا أكثر، عنده مثلا مئة ثوب مثلا، خمسة نجسة خمسة وتسعين طاهرة، على الأقل يصلي ماذا؟ ست صلوات. على بعض العلماء يقول يتحرى، لأن إذا كثر عدد الطاهر أو كان عدد الطاهر أكثر ما يشترط هذا العدد، لو كان الثياب مثلا نجسة ثلاثة والطاهرة سبعة قالوا يتحرى، لأن في الغالب إذا تحرى يقع تحريه على الطاهر، لكن المذهب قول كثير من العلم أنه لا يتحرى، لأن احتمال أن صلاته وقعت في النجس، بل يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاته. والصحيح أنه يتحرى مطلقا، سواء كان عدد الثياب النجسة كثيرة أو قليلة، سواء كان عدد الثياب الطاهرة كثيرة والنجسة قليلة أو بالعكس، يتحرى، لأنه في الغالب عند التحري يظهر له، ولأن الثوب وقع في نجاسة في الغالب يستدل بعض العلامات فيتحرى، والتحري يعمل به. ولهذا هم ذكروا التحري لو كان إنسان في بقعة فيها نجاسات، بقعة فيها نجاسات ولا يدري، وهذه بقعة محدودة ومحصورة في ثلاث أماكن منها نجاسة، لكن ما يدري هل هي هذه التي أمام أو التي خلف أو التي هنا أو هنا، قالوا يتحرى في البقعة، لا يصلي مثلا خمس صلوات يعني بعدد البقعة النجسة ويزيد صلاة سادسة حتى تقع في البقعة الطاهرة، يعني إذا كان عدد البقعة النجسة خمسة وإذا زاد صلاة يقين صلى في بقعة طاهرة، صواب أنه يتحرى. كذلك أيضا في مسألة الثياب فإنه يتحرى، والتحري طريق من الطرق الشرعية يعمل به في الصلاة، كذلك أيضا في الثياب يعمل به. وثم الأصل أن لا تشرع إعادة الصلاة، لا صلاة في يوم مرتين، ولم يأتي يكلف بأن يعيد الصلاة مرتين، بل هنالك هذه الطرق الشرعية التي يزول بها الحرج والمشقة ولله الحمد. قال ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل، أعاد الكل. إنسان جاء يسأل يقول أنا نسيت صلاة من يوم السبت، تذكرتها السبت الثاني، تذكرت أو تذكرتها من الغد، إيش نسيت الظهر؟ قال والله ما أدري، لا أدري صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، ماذا يجب علي؟ هل هي سرية؟ قال ما أدري. شو يقول المصنف؟ ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها، يعني نسيها من يوم ولا يعرف عين هذه الصلاة، أعاد الكل، يصلي خمس صلوات، يصلي خمس صلوات. نعم يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، يصلي كل صلاة بنية صلاة ذلك اليوم. طيب لماذا؟ قالوا لأنه ترك صلاة بيقين ولا يدري أي هذه الصلوات، ولا يمكن أن يؤدي هذه الصلاة إلا أن يصلي خمس صلوات، لأن لو صلى يعني لو تحرى وقال الظهر لعلها الظهر، نقول لا تبرأ ذمتك، لأنه يجب أن تكون صلاة العصر صلاة المغرب الفجر وهكذا، فلا تبرأ ذمتك. ثم قالوا أيضا أنه إذا نسي صلاة من خمس صلوات كم حالات الشك عنده؟ خمس، فيصلي بعدد حالات الشك خمس صلوات، لكن هذا لا دليل عليه. والصواب مثل ما تقدم في التحري في الثياب الطاهرة والنجسة أنه يتحرى وما يغلب على ظنه، في الغالب أنه يهدى يعني إلى شيء يدله على الصواب في هذه المسألة. وهذا أيضا مثل ما تقدم أن الأصل لا تعاد الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين، والظن طريق شرعي يعمل به في مسائل كثيرة، ومن هذه المسألة على الصحيح. نقف على الباب.